كلنا في حياتنا ناس، وساعات بنبقى احنا نفسنا لو حد قال لنا تعالوا نجرب حاجه جديده، تعالوا نعمل مش عارف نغير الريتم بتاع حياتنا، تعالوا نخرج، ده لا ما اقدرش، مستحيل، لا ده انا اموت لو اتحركت، حاجات قبل كده. تعال شوف الحكايه دي سوا. معاكم عمرو البنداري، وهنتكلم النهارده عن منطقه الراحه، الكومفورت زون. كلنا عندنا منطقه الراحه الخاصه بينا، دي حاجة طبيعية جدا، سواء مسمينها اي مسمينها هي اسمها الكومفورت زون، هي حاجة طبيعية وما هيش مشكلة. الفكر السائد في الموضوع ده الكتب والمقالات والحاجات دي، يقول لك اكسر منطقة الراحة، اخرج بره منطقة الراحة، لحد ما لقيت مقالة بتبص للموضوع بتعالجه بطريقة مختلفة تماما. يعني يقول لك لا، منطقة الراحة دي مهمة، لا تكسرها ولا تخرج منها، ولكن حاول انك تمددها توسعها، كل ما كانت اوسع كل ما براعتك هتبان اكتر ومهاراتك هتبان اكتر. تعالوا نبص في التفاصيل شويه. منطقه الراحه ده المكان الامن ايا كانت معاييرك، ده مكان امان، ودي المنطقه اللي ما تحبش تفكر حتى انك تغير اي حاجه فيها، هي مظبوطه كده يعني. الحياه المعتاده المتوقعه ما بتصيرش اي ارهاق ذهني او عاطفي، ما فيش ضغوط. الفكره زي فكره اللوحه بتاعت النشان، النقطه الصغيره اللي في النص هي دي منطقه الراحه. الدائره المحيطه الاكبر شويه هي منطقه التمدد، الدائره اللي بعديها هي دائره الخطر، مخاطرات، في مخاطر، اي شيء اكبر من كده هي منطقه الموت، لا هموت لو عملت، لو نزلت البحر هموت، لو نطيت بالباراشوت، الحاجات اللي هي بنقول عليها ان احنا هنموت. طبيعي جدا ان كل نقله من دائره للثانيه بيبقى لازم في شيء من الخوف، ده الوضع الطبيعي، وكمان بتفرق في طريقه تفكيرك وتقديرك لنفسك. هنتكلم على منطقه التمدد، المنطقه الاكبر شويه. هي منطقه انا كان لازم اعمل مش عارف ايه بس ما عملتش. انا اقدر اعمل بس ما عملتش، ايا كان هي حاجه كانت قريبه بس لسبب ما، حجه ما، ما عملناش. اذا ما كنتش كسول او خايف او مضلل، هي دي اكثر منطقه تقدر تزق نفسك فيها وتقدر تعمل فيها انجازات وحاجات اكثر من اللي انت متعود تعمله. المنطقه دي بتبقى بنقول دايما فيها انا اقدر اعمل كذا، انا عارف ان انا اقدر، ولكن الاحساس بالخوف هو اللي بيوقفنا، لان احنا ما بنبقاش عارفين هنعمل ايه في المنطقه اللي احنا مش مرتاحين فيها. المقاله بتنصح ان في منطقه التمدد تركز تفكيرك ومجهودك انك تحدد ايه المنطقه اللي انت محتاج تعمل فيها تغيير، في الشغل بتاعك، في الناحيه العاطفيه، في المكان اللي انت عايش فيه ايا كان، وركز في انك ثلاث خطوات اللي انت محتاج انك تعمل تقدم ايجابي فيهم اعملهم النهارده، انت عارف انك تقدر تعملها. المنطقه بعد كده شويه اللي هي المخاطره، منطقه المخاطره دي بتحتاج زقه كده عشان نخلي اي حاجه ممكن تحصل، حاجه غالبا ما كنتش تتخيل انك تقدر تعملها. ناخد امثله كده، انك تبطل السكريات والحلويات لمدة شهر، الكحول، اللحوم، الجيلوتين، القهوة، المسلسلات في التلفزيون، التدخين لمدة شهر مش أكثر يعني. بنحس إن لا إزاي الدنيا، بس هي الحقيقة إن مفيش حاجة هتحصل، والناس كلها ممكن تعمل كده بمنتهى البساطة، محتاجة بس شوية شجاعة وشوية إرادة وهتلاقي الدنيا كلها بتتحصل وكل حاجة بتحصل ومفيش مشاكل خالص. المهم في الآخر لو في مخاطرة أعملها، مفيش حاجة هتحصل، هتعرف بس إنك تقدر تعملها ولا لأ مش أكثر. المنطقة بقى الواسعة جدا الكبيرة جدا اللي هي منطقة الموت، دي اللي هي الأفكار العميقة اللي جوه الواحد مفيش حد يعرف عنها حاجة، زي إنك تقف تتكلم قدام مؤتمر أو تنط بالباراشوت أو التفاوض على المرتب مثلا، هتكون حاجة مدهشة جدا إنك تكتشف إنك تقدر تعمل الكلام. الدراسة في سن كبيرة بعد ما شبطوك الثاب، إنك تسافر بلاد تانية ما بيكلموش فيها اللغات اللي أنت بتتكلمها، أي حاجة من الحاجات دي محتاجة خطوات عشان تقدر تنفذها، ما تتعملش مرة واحدة، لازم واحدة واحدة كده، تحضير كويس. افتكر دايماً إن اختيار الموت عبارة عن مشاعر أو طريقة تفكير. التعامل مع منطقة الخطر أو الموت بيمدد منطقة الراحة، بيوسعها، بيخلي منطقة الراحة بتاعتنا عمال نعمل حاجات أكثر وإحنا لسه في الراحة بتاعتي. الفكرة مش ان انا هبقى بكرة الصبح جامد في كل حاجة، لا، الفكرة ان انا مش خايف ان انا اجرب. شكرا لوقت حضرتك.